ألا تركن إليها. يقول الإمام الحداد: فيما الركون، فيما الركون إلى دار حقيقتها كالطيف في سنة والطل من مزني، مثل الحلم في النوم والطل من المطر، كالطيف في سنة والطل من مزني، ما دار الغرور وما وكل مرزية ومعدن البوس واللاواء والمحن، إن الإله براها كي يميز بها بين الفريقين أهل الحمق والفطن. فذو الحماقة من قد ظل يجمعها يعاني السعي من شام إلى يمن، مشمرا يركب الأخطار مجتهدا لأجلها يستلين المركب الخشن، وذو الحجة العقل يقلها زهدا وينبذها وراءه نبذه الأقدار في الدمن، يرمي بقلب منير في مصائرها فلا يصادف غير الهم والحزن، يجول بالفكر في تذكار من صرعت من موثريها بسعي القلب والبدن، ممن أشاد مبانيها وأحكمها ليستجن من الأقدار بالجنن، رقوا منابرها قادوا عساكرها سلوا صوارمها للبغي والضغن، وعبدوا الناس حتى أصبحوا ذللا لأمرهم بين مغلوب وممتهن، حتى إذا امتلأوا بشرا بما ظفروا ومكنوا من علاها أبلغ المكن، ناداهم هادم اللذات فاقتحموا سبل الممات فأضحوا عبرة الفطن. تلك القبور وقد صاروا بها رمما بعد الضخامة في الأجسام والسمن، بعد التشهي وأكل الطيبات غدا ياكلهم الدود تحت الترب واللبن، تغيرت منهم الألوان وانمحقت محاسن الوجه والعينين والوجن، وعافهم كل من قد كان يالفهم من الأقارب والأهلين والأخدن، خلت مساكنهم عنهم وأسلمهم من كان ينصرهم في السر والعلن، تلك القصور وتلك الدور خاوية يصيح فيها غراب البين بالوهن، فلو مررت بها والبوم يندبها في ظلمة الليل لم تلتذ بالوسن، ولا اعتبرت إذا شاهدت معتبرا تراه بالعين أو تسمعه بالأذن، يكفي اللبيب كتاب الله موعظة كما أتى في حديث السيد الحسن، إن المواعظ لا تغني أسير هوى مقفل القلب في حيد عن السنن، مستكبرا يبطر الحق الصريح إذا يلقى إليه لفرط الجهل والشنن. سموا الإمام الحداد فاضح الدنيا، هودي كشف حقيقتها بمثل هذه الحكم، هذه حقيقتها وهذه نهايتها وماذا فيها غير ذلك. فالنفس تنظر إلى ظاهر فتنتها والقلب يعبر إلى باطن عبرتها.